الحياه مره اخرى مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في اولى فقرات برنامجنا الحواريه لهذا اليوم. النهار جديد فقره في غايه الاهميه نتكلم فيها عن تلوث المياه والطرق الحديثه لعلاجها. ولكن الحقيقه تلوث المياه هي مشكله قديمه الازل مش وليده اللحظه. وللاسف حتى هذه الايام احنا بنقول في القرن العشرين 2022 ما زال هناك مصادر متعددة لتلوث المياه، أبرزها المصادر التقليدية اللي احنا كنا نشوفها قديما على ضفاف الترع والمصارف، الناس اللي ما زالت بتغسل مواعين البيت على الطرقات. أنا مستعجب حتى هذه الأيام في ناس بتمارس مثل هذه الأشياء السلبية رغم المليارات اللي بتتكبدها الدولة المصرية في الحفاظ على نقطة واحدة من المياه ومنها المشروع القومي العملاق وهو تبطين الترع. فما بال حضرتك بعد كل ده انت بتساهم في تلوث هذه المياه. طيب مصادر أخرى الحيوانات النافقة اللي بيتم الضخ بيها في هذه المياه سواء مياه الترع أو مياه نهر النيل، وقس على ذلك المصادر المختلفة والأشكال العديدة لتلوث المياه. عشان كده بنناشد حضراتكم هذه يعني الأمور ليس حضرتك المسؤول عنها فقط، ولكن كل يعني من تسول له نفسه أن يرتكب مثل هذه الأفعال هي جريمة في حق نفسك وجريمة في حق الآخرين، لأنك أنت مش بتساهم في تلوث بس حاجة يعني تضر الناس، هتضر حضرتك والمية دي بيشربها غيرك، ولو مش شربهاش غيرك بتتروي بيها أرض حضرتك وأرض غيرك، ولو مش أرضك بتتروي بيها الخضار أو الفاكهة اللي بتيجي لحضرتك بتبقى مروية بالمياه اللي أنت ساهمت في التلوث بتاعها. فعشان كده تلوث المياه أثاره السلبية مش بس على البني آدم ولكن كمان على الحيوان وعلى النبات. الطرق الحديثة بقى الخاصة بعلاج المياه هناك الكثير من الطرق، ودي طبعا بتكلف الدولة ملايين الدولارات وملايين الجنيهات، فعشان كده احنا محتاجين يكون عندنا وعي وفي نفس الوقت نكثف من هذه الطرق. مواضيع عديدة ان شاء الله نفتحها حول هذا الامر مع ضيفي العزيزة الاستاذ الباحث شتا محمد شتا، دكتور باحث بقسم الكيمياء غير العضوية بالمركز القومي للبحوث. برحب بك يا دكتور، تحياتي لحضرتك يا فندم. الله يكرم حضرتك، متشكر جدا على الاستضافة الكريمة والدعوة من القناة. طبعا قناة مصر الزراعية من القنوات اللي هي ليها سكوب كبير من المشاهدين، سواء كان في المهتمين بالمجال البحوث من كليات الزراعة ومراكز مركز القومي للبحوث الزراعية أو من إخواننا المزارعين في مصر عموما. الحمد لله رب العالمين. دكتور، شايف يعني ملف تلوث المياه ده في 2022 إزاي؟ يعني هل ما زالت المصادر المختلفة والمتنوعة لتلوث مياه النيل ومياه الترع والمصارف نفس هي المصادر اللي كانت موجودة قبل كده؟ الأول قبل ما نتكلم على فكرة أو معلومة المصادر بتاع التلوث، ممكن نعرف يعني إيه التلوث عموما. يعني التلوث لو عرفناه هو المية، معروفة أن مادة سائلة ملهاش لا لون ولا طعم ولا رائحة. عادة إحنا ما بيتغير لون أو طعم أو المية أو بتوصل لمرحلة العقارب بعض الأحيان بنبقى نقول المية دي ملوثة. ده بنسميه العدو اللي هو الظاهر قدامنا. في بعض الأحيان في عدو خفي، المية ممكن تتلوث ببعض ملوثات بالعناصر الثقيلة زي الزرنيخ وزي الكادميوم وزي الرصاص وزي النحاس. دي العناصر دي كارثة بتأدي لبعض سرطانات وأورام وتليف كبد وكلى، أمراض ما كناش بنسمع عنها في قبل كده. يعني جدودنا زمان كنت نادرا ما تلاقي حد عنده فشل كلوي او تليف بالكبد او سرطان الكبد. انتشار السرطانات في الفتره الاخيره وانتشار الامراض على 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 جميع مستويات الاعمار من اطفال ونساء حوامل وكبار في السن، ودول اكثر عرضه للامراض بسبب ملوثات الميه. دي طبعا من دي اساس المشكله. لو نوعنا الملوثات او قسمناها كأنواع، هي طبعا بنقسمها عموما للتبسيط ثلاث أنواع ما بين هي كيميائية أو بيولوجية أو فيزيائية. الكيميائية زي المخلفات الصناعية والمواد الكيماوية من دهانات وخلافه، بيولوجية اللي هي ناتجة عن بكتيريا وفيروسات وطفيليات. النوع الثالث اللي هو احنا قلنا بيولوجية وقلنا الكيماوية، والنوع الثالث يعني هناك انواع مختلفه ومتنوعه لتلوث المياه. ولكن هنا برضو نتكلم على جزئيه في غايه الاهميه دكتور، يعني هل المصادر دي ما زالت موجوده وبرضو يعني التلوث والتاثير بتاعها زي زمان ولكن ولا زادت برضو التاثير بتاعها مع التقدم ومع اختلاف هذه المصادر والمشاكل المتنوعه الخاصه بتلوث المياه؟
المصادر طبعا كثيره متنوعه طبعا هي اساسها ناتج عن السلوك البشري في الغالب. صحيح. تمام. فلو قلنا على المصادر من ضمن المصادر اللي هي موجوده لتلوث الميه الصرف الصحي توصيل مياه الصرف الصحي على منبع المياه ومصب المياه على ترع ما زال دلوقتي في القرى موجود في البيوت موصله مياه الصرف الصحي على الترع دي موجود ما زال موجود للاسف ثقافه الثقافه او تغيير الوعي ما زال في مشكله في بعض الملوثات من المصانع بترمي الغد دلوقتي في نهر النيل بعض المخلفات الصناعيه ده الغد دلوقتي على الرغم من بذل الحكومه كثير من الجهود ان هي تحد من الموجود ده وتدعم المصانع ان هي تعمل وحدات معالجه قبل رمي المخلفات قبل رمي المخلفات في مصارف الصرف الصحي ليها لكن لا ناهيك ان الكلام ده بيتم صرفه على النيل مباشره ودي جريمه وحرام ده احنا لو خدناها من ناحيه الدين اصلا ده شرعا حرام يعني المياه هي اساس الحياه وجعلنا من الماء كل شيء حي صحيح. فبالتالي احنا لما نيجي ندمر حاجه الميه اللي هو اساس الحياه ده طبعا ده اجرام في حقنا وحق نفسنا صحيح. طبعا احنا برضو في مصر حدث مهم جدا استضافه مصر للتغير المناخي الموضوع تلوث الميه ده من ضمن التوبيك اللي هي ليها اهميه جدا في مجال التغير المناخي في شرم الشيخ في شهر نوفمبر الجاري نرجع لمصادر التلوث في مصادر مشعة ناتج عن عمليات المعالجات النووية والكلام ده كله ده مصدر من مصادر التلوث المائي مصادر المشتقات البترولية فيها الزيوت دي مصدر من مصادر التلوث المخلفات الزراعية للأسف واستخدام المبيدات والتسميد الحاجات دي طبعا مصادر من مصادر التلوث في دي مصادر بنسميها مصادر مباشره صحيح. في مصادر غير مباشره عندنا حضرتك العوادم بتاع السيارات الابخره والادخنه بتاع المصانع الكلام ده كل الغازات ديت بتنزل الامطار والثلوج بتروح نازله في الميه وتعمل مصدر للتلوث عوامل التعريه دي كلها مصادر من مصادر التلوث طيب امتى نقول الميه فقدت خصائصها الطبيعيه واصبحت غير صالحه للاستخدام يا دكتور لو اتغير اللون او الطعم او الرائحه او احتواء الميه على نسب من العناصر الثقيله زي ما قلنا زي ما اتكلمت في البدايه العناصر زي الحديد والكادميوم والزئبق وكل العناصر دي كلها عناصر في غايه الخطوره وممكن ما تشوفهاش لذلك سياسات مراجعه الموارد المائيه من السياسات اللي لازما بتحتاج مراجعه باستمرار من جهه المعنيه أكيد مشاكل كتير جدا بيسببها تلوث المياه ليس فقط على الإنسان ولكن كمان الحيوان والنبات خطورة ده يا دكتور لا من الخطورة المكان الموضوع ده طبعا من الخطورة بمكان لو اتكلمنا على صحة الإنسان من تلوث المياه لو بدأنا بحالات الأطفال وحالات المغص والجهاز الهضمي والمغص والإسهال والكلام ده كله بيبقى ناتج عن تلوث المياه ببعض أنواع الطفيليات والبكتيريا والفيروسات دي بتبقى موجودة في المياه دي برضو زي ما حضرتك قدمت في المقدمة برضو حد بيرمي ماشية نافقة رماها في مية الترعة أو مية النيل بيبدأ يتكون عليها بكتيريا وطحالب بيبدأ المياه المعالجات بتاعت رغم المعالجات اللي بتتم على المياه ديت والكلام ده كله بيرجع موضوع التلوث عن طريق الانسان يشرب ميه ملوثه يبدا البكتيريا والطفيليات تخش تاني وتعمل موضوع عدوى وتبدا الاعراض تظهر دي بعض الاعراض الطفيفه في بعض الاعراض الجثيمه زي التسمم ببعض العناصر عندنا حضرتك انتشر في الفتره الاخيره معالجه العفن الفطري بتاع المزارعين بالنحاس مصادر التسمم بتاع النحاس بيسموه تسمم النحاس حتى او الحديد تراكم العناصر دي جوه الجسم بتؤدي لتليف الكبد وتؤدي لانواع كثيره من السرطانات فدي طبعا دي مشكله المشاكل الصحيه موجوده بسبب تلوث الميه ده بالنسبه للانسان طبعا لو على الزرع او الحيوان او الثروه المائيه السمكيه والكلام ده كله طبعا مشاكل كتير حصل فتره من فتره كده كان حصل حاله تسمم بسبب الميركوري الزئبق وده كان ناتج عن تناول طعام اسماك الاسماك دي كان عندها نسبه الزئبق فيها عالي فادى لتسمم حالات كثيره جدا دي بعض الحالات المشاكل الموضوع متصل لو حصل تلوث في الميه او تلوث في الميه اللي رايحه للزرع الزرع هيبدا فيه نسبه سواء في بقى ناتج عن متبقيات مبيدات والكلام ده كله بيبدا نسبه المبيد فيها يمكن في دراسات بتقول ما بين 250,000 ل 700 حاله على مستوى العالم بتبقى جايه حالات الاستقبال في المستشفيات بسبب تلوث الميه
طيب هل تلوث مياه الري تحديدا تؤدي فعلا على موت النبات وممكن تؤدي لتجريف التربه يا دكتور؟ حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا. هو طبعا للاسف زمان احنا كنا حضرتك لو نفتكر انا مش كبير قوي 39 سنه لكن انا فاكر ايام والد الله يرحمه واخواتي كنت بروح الارض كنت باكل الطماطم كنت تحس الطماطم لها طعم وطعم وليها ريحه وكده. دلوقتي اي حاجه التفاح فقط ما انتش عارف بتاكل ايه. يعني للاسف كل انواع الموجود الفواكه او الخضروات بتلاقي طبعا معظمها فقط كل حاجه تحس ان كل حاجه دلوقتي طبعا. ليه بقى حضرتك نرجع لموضوع المزارع؟ طبعا ما نرميش اللوم على المزارع في كل حاجه لكن هات لي مزارع بيبقى انا اسف حافظ موسوعه من انواع المبيدات والافات. يمكن احنا في المجال عشان احفظ الاسم بتاع المبيد اخد مرتين ثلاثه عشان احفظه. تلاقي هو تقول له قول له ايه المبيد ده يقول لك يرطم لك 30 40 نوع مبيد بيستخدم. طب احنا لجأنا للكلام ده كله ليه؟ احنا زمان ما كناش نستعمل اي مبيدات حشريه ولا كنا بنستعمل على التسميد العضوي والكلام ده كله. فلازما يبقى حل ان الفلاح يرجع لقصه التسميد الطبيعي والتخلي عن مش اسهل ما عنده يروح جايب مبيد ويرش. طب ما هو ده تاثيره على التربه نفسها وعلى عمر التربه تاثيره. التوصيات الخاصه بالتسميد حتى لو هيسمد بهذه الاسمده الحيويه يا دكتور لازم يكون في اتباع للنظام محدد. يعني مثلا مطلوب 3 كيلو ما يحطش 3 كيلو ونص بالظبط حضرتك. يعني ما يزودش ولا ينقص في نفس الوقت لان ده تاثير يعني ليه اثار جانبيه سواء انت زودت او نقصت في التسميد بتاع حضرتك باي من نوع من انواع التسميد ده بيؤثر مشاكل كتير جدا على التربه وعلى النبات الخاص بحضرتك. تمام وده كلام مظبوط. وتاثير المبيدات والتسميد الغير سليم بيؤدي لتسمم التربه في بعض الاحيان بيؤدي لمشاكل في المياه الجوفيه ودي مصدر اساسي للمياه ومياه الابار. دي حاجات دي موجوده ناهيك ان طبعا ما عادش لا في لا جوده في المحاصيل ولا في كميه المحاصيل دلوقتي. صحيح. ده موجود ومش هيدينا الانتاجيه اللي احنا محتاجينها يعني بالظبط. وطبعا الاستسهال برضو في بعض العادات السيئه مثلا اللي هو مثلا بعض يعني انا شفتها بعينيا واحد عنده جرار زراعي بيروح جاي فكك الزيت بتاع الزيت ويروح كابب الزيت في الترعه. طب وانت عملت ايه؟ ده الزيت ده والمشتقات البتروليه ديت بتدمر التربه بتفقد خواص من التربه لا انت تتخيلها. فطبعا المشكله عندنا مشكله وعي ده في المقام الاول ودي من الحاجات اللي لازم نشتغل عليها في الفتره القادمه. ايه الطرق بقى المستحدثه يعني مؤخرا بحيث ان نساهم في علاج هذا التلوث الخاص بالمياه وفي نفس الوقت نحلي بعض المياه اللي بتاثر بشكل كبير جدا من المشاكل او التصرفات السلبيه من سلوك البشر؟ طبعا لو هنتكلم على حلول او ولا نتكلم على اللي احنا بنعمله ده السؤال. هل هنتكلم على حلول مطروحه للمشاكل ديت ولا كشغلنا؟ المفروض الاثنين يا دكتور. احنا محتاجين يعني كسلوك وفي نفس الوقت كشغل حضراتكم كمتخصصين في هذا الامر مطالبين كمان تعالج هذا السلوك. معلش العيب على حضراتكم تقيل شويه لكن برضو جانب التوعيه مهم. احنا هنا بنضرب عصفورين بحجر بنوعي وفي نفس الوقت لازم يكون عندنا حلول مقترحه لان ما زال السلوك قائم يعني. تمام فضل. احنا بالنسبه لنا كبحاث كمركز صرح علمي المركز القومي للبحوث بقياده المركز والوزاره والجهات المعنيه من جهات الدعم المالي وهيئه تمويل العلوم صندوق العلوم والتكنولوجيا الناس دي بتدينا بتشجعنا كبحاث وتدينا تمويلات كمشاريع ان احنا نحط حلول لمشكله زي مشاكل تلوث الميه وده من توبك اللي هو من المواضيع اللي هي حساسه جدا واللي هي بتاخد اهتمام جدا من الدوله ومن الجهات المعنيه للتمويل البحوث. فاحنا على سبيل المثال كان احنا عندنا مشروع شراكه مصري امريكي كنت عضو فيه كان الباحث الرئيسي الدكتور سعيد معوض الشيخ مركز بحوث وتطوير في الذات وكان معانا شراكه مع جامعه سنسيناتي في ولايه اوهاي في امريكا. ده عملنا كان ده بنشتغل على موضوع القضاء على طحالب المد وده طبعا الطحالب دي منها الضار ومنها السام ممكن اللي بتاثر على لو جبنا التقرير بتاع الطحالب دي تاثيرها على الثروه السمكيه كعالميا لا ده مشكله قويه جدا والحمد لله وصلنا لنتائج مبهره في الاتجاه ده. قدرنا مواد طبيعيه قدرنا ان احنا نعمل عمليه استخلاص للطحالب ونقضي عليها بصوره قويه جدا. في برضه بعض المشاريع اللي احنا اللي بيمولها المركز القومي للبحوث عملنا بعض الابحاث الخاصه بالتقدير وده الشغل بتاعي المينسكوب بتاع الشغل بتاعي اللي هو المجسات الحيويه ان انا اقدر
بعض الملوثات سواء الملوثات دي عضويه او غير عضويه، عناصر ثقيله او كده، وده السكوب بتاع شغلي او مستحضرات دوائيه او وات ايفر اللي موجود في عينات مصادر الميه، المفروض ان انا اعمل لها ديتكشن او تقدير. فده كان الشغل بتاعنا كبحاث، كل واحد طبعا بيشتغل عندنا في ناس علماء اجلاء موجودين في جميع التخصصات، كل واحد بيبقى ليه تخصص في حته معينه في معالجه الميه، في مجال الديتكشن زي شغلي ان انا اقدر او اعمل تقييم الميه ديت فيها عناصر ايه، تركيزات المواد دي ايه، ده الشغل. فكل واحد فينا كشغل بيبقى ليه تخصص في اتجاه معين وفي سكوب معين، تمام. ده بالنسبه لي لو اتكلمنا على مجال الشغل بتاعنا. لو اتكلمنا على وضع حلول، الحلول دي طبعا الحلول ديت بتبقى منها حلول فرديه، تمام، او حلول جماعيه، وحلول بتطرحها الدوله والمنظمات. لو اتكلمنا على الحلول الفرديه، اول حاجه لو بصينا من بدايه سلوك الانسان كفرد، انا ببيتي انا عارف استهلاك الميه بتاعي، موضوع الصرف الصحي، او انا ما بصرفش ميه بيتي زي ما قلنا على منفذ بتاع ميه كترعه او 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 مصب او منبع مياه. طبعا موضوع ان انا كواحد عنده عربيه مثلا ابدا بنفسي اعمل تشيك على طول على العوادم بتاع العربيه، لان العوادم دي طب في الجو مع الامطار بتنزل بترجع للبيئه تاني وترجع للميه تاني. تسريب الزيوت بتاع العربيات، كب الزيوت وبعد تغيير الزيت كبها على الارض في التربه او في منابع المياه، دي طبعا حلول كلها بتعتمد على الثقافة. لازم نقوي ثقافتنا. يمكن الواحد لما بيروح دولة أوروبية بيبقى حزين على بلده فعلا. دلوقتي بره تلاقي كل حاجة موضوع الزبالة وموضوع تداول النفايات، كل حاجة، كل شنط بيضة وحمراء وصفراء لكل أنواع من المخلفات كلها موجودة. احنا عندنا حتى واحد جنبي راجل طيب قوي بقى عد عليه قال ايه مولع ولع قدام البيت، هو بيلم الزبالة عاوز ينظف الشارع. طب انت بتحرق، هل انت عملت حليت؟ انت بتعمل تلوث اكتر من المشكله اللي انت فيها، عالج المشكله بمشكله اكبر. فالموضوع ده موضوع ثقافه او تغيير الثقافه بتاعتنا في تداول النفايات، ده من الحاجات المهمه جدا. الازاز البلاستيك تتجمع في حاجه، المخلفات العضويه تتجمع، واعاده تدوير المخلفات او الوصول لزيرو ويست عالميا، ده هدف منشود دلوقتي. فالوعي ده اساس كل شيء، ان احنا نعمل وعي لموضوع تداول النفايات، ده حط تحتيه مليون خط. ده طبعا اقتصاديا دلوقتي اقتصادي ضخم جدا. فليه احنا ما نعملش تنميه او ما ندعمش الشباب اللي هو حتى اللي مش لاقي شغل. احنا كان في مبادره عندنا في القريه، انا برضو من قريه برضو ريفي، برضو حصل مجموعه من شباب الخير تطوعي ابتدى عمل موضوع لم الزباله والكلام ده كله. ملأ طبعا احنا عندنا في القريه تداول النفايات او الزباله بمعنى صح كملوثات، المدينه تختلف شويه عن القرى. يعني المدينه في شيء شويه من الاهتمام الى حد ما، شركات نظافه موجوده، انما في القرى للاسف والنجوع بيعتمد كله على كاهل الوحدات المحليه طبعا ورئاسه المدينه. طبعا الناس دي بتبذل قصارى جهدها، لكن للاسف ما بتتغطيش كل اجواء المدينه والمركز بالظبط. بالظبط ما عندهم. فابتدى عندنا في بعض مبادرات شباب الخير، عندنا شباب يعني ما شاء الله ربنا يبارك فيهم، ابتدوا يعملوا موضوع ان هم يجمعوا الزباله ويتعاقدوا مع شركه زباله ان هم ياخدوا الزباله وموضوع الفرز والكلام ده كله، ده حاجه كويسه. احنا الحاجات دي اللي احنا لازم ندعمها فعلا في الفترة القادمة، يعني عشان يعني الملوثات دي بتهدد حياة البشرية. لا تدوير كمان المخلفات من الملفات الهامة دكتور، اللي عائد الاقتصادي بتاعها رهيب جدا، ويمكن الشركات دلوقتي بدأت يعني تدرك ده وتتوسع في ده. يعني دلوقتي مثلا زيوت الطعام يا دكتور الهالكة في المنازل، كان ده من أكبر المشاكل اللي كانت تواجهها مثلا ست البيت، ناس كانت تدلقها في المصارف بتاعة الحمام أو في الحوض بتاع المطبخ، وبالتالي بيترتب عليه الكثير من المشاكل في عملية الصرف وغيره. دلوقتي شركات معينة بتعمل ايه؟ بتاخد حضرتك الزيت الهالج ده وبتبدله لك بزيت او ببعض الادوات التانية، يعني كمان بتاخده بفلوس. وبالتالي احنا محتاجين نتوسع في مثل هذه الامور اللي احنا نقدر ندور من خلال المخلفات، ودي اعتقد احد الاسباب الرئيسية اللي ممكن نواجه من خلالها مشكلة تلوث المياه بأحد الادوات.
وده طبعا اللي احنا بنشوفه للاسف برضه موجود في الريف اكتر من الحضر. اه تمام. وده حضرتك ما حضرتك كلام مظبوط وحضرتك بتتكلم فيه فعلا. ابتدى الفتره الاخيره فعلا صحيح. في الارياف موضوع تجميع الزيوت, لان برضه معالجه المواد العضويه والزيوت والمشتقات البتروليه كمعالجات في محطات التحليه دي مشكله كبيره, غير المعالجات بيتم معالجات معقده جدا عشان نوصل لميه, يعني عشان توصل لميه صالحه للشرب ما المعاناه طبعا على مستوى موضوع معالجه ميه. ده طبعا من النقاط طبعا اللي هي ديت لو قدرنا نوصل لحاجه زي كده طبعا يعني نامل ذلك. ده من الجرائم الخطيره كمان الثانيه اهدار الميه يا دكتور. يعني الناس اللي هي مثلا المغاسل بتاعه السيارات اللي هي مفتوحه بشكل كبير جدا وتحديدا في العديد من المناطق, واللي هي بتهدر كميه كبيره جدا من الميه على عربيه واحده, المفروض يكون في حد ويكون في اجراء متخذ ضد مثل هذه الامور. دي مش كمان بتلوث ميه, لا ده انت بتاخد الميه السليمه بتهدرها, وبالتالي ميه منفق عليها مبالغ ضخمه عشان تيجي لك بشكل كويس تعرف تستخدمه في الشرب او الاستخدام الشخصي, انت بتستخدمه كهدر وبتصرف في استخدام الميه. عشان كده في هذا الامر تحب تقول للناس اللي هي بتعمل كده يا دكتور؟ والله حضرتك احنا قلنا طبعا الموضوع يقع على عاتقنا, طب موضوع الوعي خلال القنوات الاعلاميه زي القناه بتاع حضراتكم طبعا, القنوات المنابر الاعلاميه المهمه جدا لرجل الشارع وللريف بمعنى اصح. حضرتك بتكلم على المغاسل, طب اللي ده بيغسل العربيه, طب اللي بيرش بالخرطوم في الشارع هتعمل في ايه؟ طب ما هو دي بعض لو حبيت على هي مشكله وعي طبعا في الاول وفي الاخر احتواء الناس وتوصيل الوعي للناس, وان هو ان ديت الحاسس ان دي فعلا مشكله حياه, دي اساس الموضوع. طبعا ناهيك طبعا احنا اتكلمنا على كافراد وجماعات, طب على المؤسسات, مؤسسات الدولة والكلام ده كله طبعا, مؤسسات الدولة كدعم للمشاريع بتاع الشباب اللي هي موضوع تداول النفايات, دعم الدولة تحط بنفس تعمل حاجتين في نفس الوقت, من دعم حط هي بالفعل هي موجود طبعا لوائح وقوانين صارمة على المصانع وان هي ترمي المخلفات بتاعتها والكلام ده كله ده موجود, لكن ان احنا عملنا عقوبات, طب نحاول ندعم ان احنا ندخل الكلام ده, ربط البحث العلمي بالصناعة, ان احنا دلوقتي فريق شغال في موضوع معالجة المية, ايه المانع ان انا اربط البحث العلمي بالصناعة, ان ناخد الفريق الناس اللي شغالة في الجزئية دي عندها معالجات معينة, ناس شغالة في الدباغة مصانع الكروم, انا ناس زبايلي بروفيشنال في مجال معالجة تحويل الكروم والحاجات اللي بتاعت الصباغة لحاجات قبل ما تخش على مياه الصرف, طب ليه ما نربطش البحث العلمي بالصناعة؟ صحيح. موضوع الربط ده من أهم النقاط المطلوبة والضرورية في الفترة القادمة اللي بنقول عليها بحد من موضوع تلوث المياه. بالعكس كمان ده أنا بساهم في يعني استصلاح هذه المياه للأفضل بشكل بالضبط, واللي أنا طبعا اللي أنا لقيت في مصنع عمل حاجة كويسة اللي أنا أكافئ المصنع ده, هو سياسة الثواب والعقاب دي الحاجة اللي مطلوبة في الفترة القادمة عشان احنا نحسن من وضعنا. احنا نقدر نقول دي مسؤولية مجتمعية يا دكتور. بالضبط حضرتك, زي ما المؤسسة أو المصنع عليه دور, كمان الفرد بشكل شخصي عليه دور في مواجهة مثل هذه الظواهر السلبية اللي بتؤثر بشكل ملحوظ عليه وعلى الحيوان اللي بيربيه وعلى النبات اللي احنا بناكله في الاخر. لا مش كده وكمان بس, لا ده كمان بيؤثر على التربه, لان بعض ملوثات المياه بتؤثر على تجريف التربه. عشان كده اتمنى يا رب كلنا نكون عندنا امانه وضمير في تعاملنا مع المياه. الناس اللي هي ما زالت تقصر في حق نفسها قبل ما تقصر في حق الاخرين بتلوثها للمياه او اهدارها او اسرافها في استخدام المياه, يا ريت نراجع نفسنا ويكون في حد من ذاتنا قبل ما يطبق القانون او يكون في ردع علينا. ان شاء الله باذن الرحمن مزيد من التوفيق لحضراتكم دكتور, عليكم دور وعبء كبير جدا المرحله اللي جايه حتى نستطيع ان احنا نضع حد لهذه الظواهر السلبيه, وفي نفس الوقت لازم يكون هناك حلول عاجله وجذريه لمثل هذه الامور ان شاء الله. ان شاء الله توفيق يا دكتور, تحياتي لحضرتك يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ليك ضيفنا العزيز الاستاذ الباحث شتا محمد شتا, دكتور باحث بقسم الكيمياء غير العضويه بالمركز القومي للبحوث. تحياتي ليك يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك. لسه مكملين معاكم مشاهدينا الكرام بعض الفاصل فقره حواريه اخرى من نهار جديد, انتظرونا.